بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في سرعة يعني هنحاول ان احنا نشرح الرؤية العامة للمسابقة اللي ان شاء الله هنتكلم فيها. طبعا كان من الاول المسابقة ليه بنفكر في مسابقة في هذا التوقيت، ليه يوم المهندس المعماري، ليه الفرق المشاركة هتبقى فرق ما هتبقاش افراد ولا 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 مهندسين معماريين فقط، ليه المجتمع المدني بنتكلم عنه، ايه الكيفية والآلية. احنا دايما بنحاول في المرحلة دي بنقول ان احنا كلنا عايزين الهمة مع بعضينا ونتحرك ويبقى لينا دور، ولكن دائما وابدا الدور ده في بعض الاحيان بيكون مش متحدد مين المسؤول. فلو الدولة بتفكر من القمة للقاعدة، احنا بنقول لابد ان يكون من القاعدة للقمة من خلال المجتمع المدني والنقابة وكل فرد فينا الدور. وقلنا في قناة السويس نلتقي في مساحة سميناها الامل والعمل علشان نبتدي حتى نرتقي بالوعي على قدر الموضوع. فالوعي طبعا قبل الساعي دايما بنقول، والإنسان قبل البنيان، وده كان هدف رئيسي. ولما بدأنا نقول المجتمع ده مسؤولية مين، قلنا النقابة، قلنا اليوم المهندس المعماري هي مناسبة، هيتشارك عديد من المؤسسات والجهات في هذا الأمر، ويمكن المهندس طارق هيبقى يشير ليهم، وهيبقى في محاولة ان احنا حتى نستدعي أبنائنا والمصريين اللي في الخارج بالعلم المتوافق مع مشاكلنا. يعني احنا بنفكر في الاهداف انها قضايا علمية بحثية هي اللي تجمع كل شتات الامر، ويكون الكلام ده بحثا على جودة نوعية الحياة والضمير الجمعي اللي يجمعنا جميعا. وده كان الموضوع بتاع قناة السويس. احنا طبعا عارفين كلنا ان في حالة حراك وحالة تفاعل وحالة اهتمام بيها من كل الجوانب، لكن عشان نتكلم في الموضوع ده لازم نبتدي كنا نستبين بيه، ونقول ان المسابقة هي مش هدف ولكن هي وسيلة حوار مجتمعي عشان نرتقي بالمجتمع المحلي ليكون على مستوى الحدث. ولما ينتهي التصور اللي موجود من التحالف لعملية التنمية نبقى نستطيع ان نكون قادرين على هذا التحاور. قسمنا المسابقة الى خمس، عشان كده هتلاقي المسابقة بنقول تنمية اقليم قناة السويس. امتد اقليم قناة السويس من اول الحلايب لحد العين السخنة، اعتبرناها المنطقة الاولى. المنطقة الثانية هي السويس، المنطقة الثالثة هي الاسماعيلية، المنطقة الرابعة هي بورسعيد، والمنطقة الخامسة التكامل مع سيناء. يعني خدناها تنمية الاقليم كله واعتبرناها بيمتد كده. قلنا مستندات الطرح هتكون جميع الدراسات الحالية المتوفرة في قضية تنمية الساحل البحر الأحمر وقناة السويس. في دراسات متعددة موجودة بما فيهم الدراسات حتى المكاتب اللي ما قدرتش تبقى في التحالف وعمل الدراسات هنستعين بيها، وزارة الاستثمار، وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة قناة السويس بالدراسات اللي موجودة. هنوفر جميع هذه الدراسات، رسائل الماجستير، رسائل الدكتوراه، بحيث ان فرق العمل بالإضافة للدراسات اللي هنوفرها في الموقع الخاص بالمسابقة، وهنحط بعض هذه الدراسات في مستندات الطرح، هي مسؤولة انها توفر المعلومة عشان كل قضية او كل حل او كل ابتكار تقول مرجعيته ايه. المشاركة هتبقى من خلال فرق. الفريق فرد او 10 افراد او 15 اللي هيحدد العدد، القضية اللي تناولتها الفكرة. وممكن الفكرة تبقى مشروع من المشروعات الصغيرة، وممكن تبقى بتتكامل مع المشروعات الكبرى اللي قادمة من هيئات عالمية وشركات عالمية. ممكن يبقى اللي داخل في المسابقة بيكون بيتكلم في السياحة فتتطلب خبراء سياحة، وممكن يكون بيتكلم في الطاقة المتجددة، وممكن تكون بيتكلم على السكن والعمارة والعمران. الجوائز على هذا الأساس اتقسمت لخمس جوائز لخمس مناطق. الجائزة الأولى 30,000، 20,000، 10,000، بمجموع 300,000 كويس للخمس مناطق. المسابقة بيعدها مجموعة من الأساتذة الأفاضل والمعماريين الأفاضل، واللجنة شرحها البشمهندس محسن والبشمهندس طارق النبراوي، وهيبقى معانا أساتذة من الجامعات المصرية، وهيبقى معانا خبراء من المعماريين ومن التخصصات اللي هتتطلبها. وهتتقسم إلى نظام 40% للجنة المنظمة هي اللي هتحكمها، 40% هتبقى للي هيجوا يحكموا ويحضروا المعرض وقت قبل مع التسليم، و20% للشركاء فيما بينهم. الهدف من المسابقة مش أنا ينتا كما دايما بيحدث في المسابقات، لا، هي أنا وإنت، لأن اللي هيغطي قضية في البحر الأحمر
واللي هيغطي قضية في السويس هيبقى بتتكامل مع بعضيها، لأنها كلها أفكار جديدة ولادة تخلينا قادرين على أن احنا نبقى عارفين يعني إيه مستقبل بهذا الأمر. هو أسلوب بيعتمد على العلم والتكاملي، وبعد كده نبتدي بعد كده في مراحل أخرى نبتدي نشوف الفيزيبيليتي أو كل مقترح إلى أي مدى يمكن أن يتكامل فيما بينهم وإيه الجدوى بتاعتها. القصة بقى إن إحنا قايلين إن في أربع قضايا رئيسية هتكون موجودة، واحدة فيهم بتتكلم على يعني إيه سبل العيش، يعني إيه وظيفة، يعني إيه مستقبل. التانية بتتكلم على الحقيقة الاجتماعية، يعني إحنا ممكن نقول إن الناس تتنقل، طب تتنقل إزاي؟ يعني إيه تكلفة إن الناس تتنقل؟ فالإنسان مفروض إنه يتكلم على يعني تصوره إزاي وعندما يجي ينتقل ويبتدي حياة جديدة يكون البعد الاجتماعي مع البعد المادي مدروس. نبتدي نفكر في نمط الإسكان والسكن، والمسابقة هنا بتقدم تجربة أولية باعتبرها تاريخية بالتعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان في حاجة اسمها مستندات البناء الأخضر، الكود الأخضر، هتبقى متوظفة ضمن مستندات الطرح، وبالتالي هتبقى أول تجربة إن اللي هيدخلوا يتشاركوا في المسابقة يبتدوا يتفهموا ويدرسوه، واللي هيحكموا المسابقة يذكروه، فنعرف إلى أي مدى الإمكانية إنه هو يبقى ده السبيل إن إحنا يبقى عندنا اقتصاد أخضر، سكن أخضر، حياة فيها استدامة في المرحلة القادمة، ونتعدى مرحلة التجريب اللي هي كانت بتتقال في المؤتمرات لعملية التطبيق في هذا الموضوع. ثم كل واحد أكيد الفكرة بتاعته هيبقى فيها فكرة رائدة مختلفة عن الموضوع. هنبتدي بقى نتكلم إيه القضايا، ممكن تبقى الطاقة المتجددة، ممكن أسلوب المياه والتحلية، ممكن تبقى الإدارة نفسها المركزية ولا مركزية، ممكن دور الإعلام، ممكن شكل التعليم المناسب والصحة وإلى غير ذلك من الخدمات، نظم التمويل. دي قضايا كلها تطرح في عملية إنك بتتكلم على مجتمعات ومعاها بنعد البني آدم، لأن لما يتقال إن في مليون وظيفة هتبقى متاحة، المليون دول هيجوا منين؟ هل في الآخر هتبقى متاحة الوظائف وبعدين يجي ناس من الهند والصين تكملها؟ إحنا النهاردة بنعيش في 30,000 معلم بنلف حوالين نفسنا إلى أي مدى هم هيبتدوا الوظيفة بتاعته. فالنهاردة بنقول يمكن تكون المسابقة إن الواحد يبتدي يعد نفسه كمجتمع وكفرد في التحديات اللي بتقابلنا في المرحلة القادمة. عشان نقول ان الموضوع بيعمل حراك، كنا حاولنا في خلال الاربع خمس ايام الماضية ان احنا نقول عايزين شعار الامل والعمل للمسابقة، وبدأت تجيلنا افكار، وهذه الافكار يمكن محتاجة بعض المراجعة، ففضلنا كجهة من لجنة التحكيم ان احنا بنطرح هذه الافكار ونقول هنديها اسبوع، وبشمهندس حمدي هيقول لكم المواعيد، بحيث انها يعاد طرحها مره اخرى بعمق اكتر، عشان في الاخر الشعار اللي يكون موجود للمسابقه يبقى يتناسب معاه. هيتشارك في المسابقه بعض الجهات، وهترك البشمهندس طارق النبراوي يقولها، لكن انا اللي عايز اقوله انا تحدثت على موضوع الهرم الاخضر، وده شيء ضروري، ده بيتكامل مع دراسات اخرى كانت موجوده في مساحات اخرى. احنا بنفكر في الجيل الجاي، مش ممكن نفكر ان احنا كلنا هنقص الشريط، فالنقابة النهاردة من مسؤوليتها واحنا من مسؤوليتنا بنعد الجيل القادم والاجيال اللي بعديها، علشان تبقى كلمة الاستدامة يبقى ليها معنى ويبقى ليها مستقبل، ويبقى فيه قدرة ان احنا فعلا نزرع الورد في الطريق. واشكركم.